صباح الخير أعزائي الطلاب، سوف نستكمل شرحنا بدرس قواعد جديد، هو بعنوان لا النافية للجنس. سبق وعرفنا أننا سنترك لا النافية للجنس حين أخذنا درس أدوات النفي، وردت معها، لكن ركزت كثيرا على لا النافية للجنس، ليست مجرد حرف نفي، لكن ما المقصود بكلمة أنها تنفي الجنس؟ بعد أن نتذكر قليلا أنها وردت معنا، وقلنا أنها تختلف عن لا الناهية ولا النافية لأنهما يدخلان على الفعل. لا النافية تعطي معنى النفي فقط، لا الناهية تنهي وتجزم الفعل. تركنا لا النافية للجنس لأننا ذكرنا أنها فقط تدخل على الجملة الاسمية، يعني لا علاقة لها أبدا بالجملة الفعلية. بالنسبة لهذا الدرس علينا أن نتذكر أولا، ورجعناها عدة مرات وسنتذكرها الآن، ما هي النواسخ وما عملها؟ النواسخ يعني كان وأخواتها، إن وأخواتها، كاد وأخواتها، ولا النافية للجنس. سميت نواسخ لأنها تنسخ الفعل، أي تنسخ الجملة عفوا، أي تغير فيها. ننتقل إلى عملها، تدخل عن النواسخ يعني على الجملة الاسمية، يعني المؤلفة من مبتدأ وخبر. كان وأخواتها وكاد وأخواتها، ماذا تغير في الجملة؟ لاحظوا، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. إن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. تركت لا لأنها هي الدرس لهذه الحصة. إذا ما هي لا النافية؟ فيما أخذناه لا حرف نفي. من خلال هذا المثال اسمع، لا صوت مؤنس كصوت الطيور. إذا سألتكم عن نوع الجملة هنا، حذفنا لا، صوت مؤنس كصوت الطيور، ماذا تكون كلمة صوت وكلمة مؤنس؟ تكون جملة مثبتة لأنني حذفت لا منها، صوت مبتدأ وخبر ومؤنس خبرها. أدخلنا لا، ماذا نفت لا هنا؟ هل نفت وجود أي صوت مؤنس كصوت الطيور؟ أكيد صوت مؤنس، قلنا الآن لا صوت مؤنس هي نفت، لكن من خلال المعنى، معنى النفي بالتحديد، هل نفت نفيا قاطعا وتاما؟ يعني نفت وجود أي صوت مؤنس؟ أكيد هنا نفت نفيا قاطعا وتاما. إذا لاحظوا هذه الأسئلة، على ما دخلت لا؟ وماذا تشبه من النواسخ السابقة التي رجعناها منذ قليل؟ لاحظوا صوت ما حركتها وكذلك مؤنس اسمها. إذا قلنا أنها تشبه، أكيد أنكم عرفتم تشبه إن وأخواتها، بحيث أن كلمة صوت منصوبة ومؤنس مرفوعة. لكن انتبهوا جيدا، هنا صوت معرفة أم نكرة؟ نكرة. مؤنس معرفة أم نكرة؟ أيضا هي نكرة، لكن هذا سيدلنا على ربما شرط من شروط لا النافية. إذا الإجابة تكون
دخلت لا على المبتدأ والخبر، يعني الجملة الاسمية، تشبه إن وأخواتها، إذ نصبت المبتدأ اسما لها ورفعت الخبر خبرا لها. اسمها نكرة وخبرها نكرة، فما حكم اسم لا النافية للجنس؟ هناك عدة شروط سوف نتعرف إليها في هذه الترسيمة. اسم لا النافية للجنس له حالتان إعرابيتان. الحالة الأولى يكون مبنيا في محل نصب، ومرة وحالة أخرى هو منصوب. يكون مبنيا في محل نصب إذا كان ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعرف ما هو المضاف، يعني يأتي بعده مضاف إليه. يأتي منصوبا إذا كان مشبها بالمضاف أو مضاف أكيد، ليكون مبنيا ضد أن يكون منصوبا. إذا مبني في محل نصب، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، منصوب، مشبه بالمضاف ومضاف. المضاف، لاحظوا المثال: لا طيب القلب نادم. اسم لا لفظة طيب، أضفنا إليها القلب، يعني المضاف إليه القلب، فأتت هنا طيبة. اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. القلب مضاف إليه مجرور، نادم خبر إن خبر لا مرفوع. علينا أن نستذكر معا الشبيه بالمضاف أو المشبه بالمضاف، يعني هو الاسم المشتق العامل، يعني الاسم المشتق هو الذي يشتق من فعل ويعمل عمل الفعل. الأسماء المشتقة التي نحتاجها هنا: اسم الفاعل، اسم مفعول، اسم مبالغة، وصفة مشبهة، كلها موجودة في الكتاب. وأتمنى أن تراجعوا القواعد والأوزان للأسماء المشتقة، لأنني قلت فيما مضى الشبيه بالمضاف سوف نحتاجه في أكثر من درس سوف يرد معنا. الآن وصلنا إلى الشروط. ما هي شروط عمل لا النافية للجنس؟ هذا مثال: لا ملل في البيت. هل نفت لا نفيا تاما قاطعا؟ نفت وجود الملل في البيت؟ أكيد نفت نفيا تاما وقاطعا. لاحظ اسمها، أهو نكرة أم معرفة؟ إنه نكرة. وخبرها، أهو نكرة أم معرفة؟ إذن اسمها نكرة وخبرها نكرة. مثال آخر: قدم إلينا بلا موعد. انظروا جيدا للا النافية، بما سبقت؟ سبقت بحرف الجر الباء. لا في البيت شمس ولا قمر. ما لون بالأحمر في البيت؟ لاحظوا، أتى هذا اللفظ بين لا النافية والذي من المفترض أن أقول هو اسمها، لكن كما تلاحظون اختلف هذا المثال قليلا عما سبق. ما الذي فصل بين لا واسمها؟ في البيت، يعني الجار والمجرور. شروط عملها هي: مؤكد هذا استقراء من الأمثلة التي شرحتها منذ قليل. أولاً، أن تكون نافية للجنس نفياً عاماً وشاملاً. أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ألا يقترن بها حرف جر. ألا يفصل بين لا واسمها فاصل، يعني كما في المثال السابق ورد الجار والمجرور. يعني في هاتين الحالتين
بألا يقترن بها حرف جر وألا يفصل بين لا واسمها فاصل لا تكون عاملة، فتكون هنا مجرد حرف نفي إذ لم تتم الشروط المطلوبة. أيضا عليها أن تنفي نفيا قاطعا وأن يكون الاسم والخبر في التنكير وليس في التعريف. نتذكر أنواع الخبر. أنواع خبر لا مثل أنواع خبر المبتدأ وخبر الأفعال الناقصة وخبر الأحرف المشبهة بالفعل. يعني إنما هنا بخبر لا يكون في حالة الرفع يعني مرفوع، أنواعه مفرد يعني ليس جملة، شبه جملة يعني من الجار والمجرور أو من الظرف مع المضاف إليه، يمكن أن يكون أيضا جملة فعلية وجملة اسمية. أعيد الاستماع إلى هذا الشرح قبل أن تبدأوا في التطبيق الأول المطلوب منكم في الكتاب ملء الفراغات، لنستكمل فيما بعد التمارين التطبيقية الأخيرة لهذا الدرس. أتمنى أن تنتبهوا للتفاصيل الدقيقة في هذا الدرس وتكونوا قد فهمتم ودمتم سالمين، وإلى اللقاء أحبائي في درس جديد، مع تحياتي وقبلاتي لكم.